اسعد الله صباحكم مشاهدينا الاحبه اينما كنتم، اهلا وسهلا بكم بحلقه جديده من برنامج واحد من الناس اللي يعودكم هذا البرنامج دائما يكون ميداني. طبعا الاخوه اللي الان موجودين امام امانه بغداد وبنص بغداد، القضيه كالتالي: انا مسولفها يمكن ورايح لهم متجول بالاسواق وواصل لمدينه الصدر، مثل ما يقول يعني عارف بالشغله ودارسها وفاهمها، ودائما اسال هذا السؤال سواء في مدينه الصدر او غير مناطق. يعني صاحب البسطيه وصاحب المحل اذا او صاحب السوق، يعني اللي بداخل السوق هو على باب الله ورزقه المفروض ياكله، والمفروض انه الدوله هي تدعمه حتى ياكل رزقه بالطريقه الحلال، مو تسوي له اعاقه حتى او تذب له حجر عثره حتى يطلع عن الطريق. هسه دعك انه تجاوز بها، قضيه تجاوز بها ناس مشتريه املاك وبايعتها الاحزاب، والاحزاب ماخذه نص هو نص البلد للاحزاب او ثلاث ارباع. المهم القضيه كالتالي: الاخوان بسوق الاولى انا زرتهم في يوم من الايام وطلعت على القضيه. الامانه شو تقول؟ الامانه تقول يا ترى جماعه متجاوزين وبانين بالشارع، وهذا ما يصير. شلون يصير؟ ما يصير يتجاوز ويبني على الشارع، لو عربانه تندفع بيها مجال، بس الجماعه بانين بناء يعني ومأجرينها، واكو بيهم مأجرين من الدوله صار لهم سنين يعطون فلوس للدوله وبوصولات رسميه وماشي وضعهم من ذاك الوقت لليوم. هسه يمكن مدير بلدية كربلاء اللي استشهد الله يرحمه يمكن فتح باب خلى شوية الحدة تصير أكثر على الأسواق الشعبية والأصحاب المحال التجارية اللي على باب الله. طبعا هسه احنا ما ذكرنا انه هم خريجين، ما ذكرنا انه هم ما عندهم خدمات، ما ذكرنا انه ما عندهم تبليط ولا عندهم مستشفى ولا عندهم يعني ما عندهم هذه الامكانيات، ما موجوده يعني. فقط انه هذا الشخص فتح عينه على محل وبسطيه بالشارع. انا بصراحه خلي نشوف المناشده مالتهم بهذه القطع اللي جايبينها الاخوه من مدينه الصدر. وهسه هم صدقوني يعني الان هسه اذا تروح للسوق مدينه الصدر يمكن ما تلقى بي، لانه الناس معزله وجايين هنا اليوم. هسه باب الرزق كل واحد ياكل رزقه بالحلال. احنا بصراحه هسه انا ما اتحدث باسمهم، لكن ماكو واحد حاب هالمعمعه وحاب هالبسطيه وقعده القاع وقعده السوق ما حاب بيها، بس هي غير من لاشاره ماكو يعني. هي هذه هي هيك يلا تحصل رزقك، هي هيك يلا تاكل. وهذه القضيه مو جديده، الاسواق الشعبيه صارت في بغداد مو سوق وسوقين، والدليل انه التخطيط ماكو تخطيط. 50 سنة المفروض الدول العظمى تخطط لمستقبل 50 سنة للجيل الجاي. احنا الجيل الجاي مدرسة ما عنده، شلون وين يروح؟ طبيعي جدا يحط لك لنس تقاطعات بغداد، لو يفتح له بسطية بالسوق ويأجرها من حزب. هذه هم ايضا لازم نسولف فيها. الله يساعدهم. شلونكم اخوان؟ ايش اخباركم؟ ان شاء الله زينين. قواكم الله. قوا حيلك. استاذ احمد، احنا اول شيء جايين نناشد السيد مقتدى، زين؟ احنا كلنا ناشدناه، السيد الكاظم. سوق صار له 35 سنة سوق الأولى. هاي ال 35 سنة ايش عجب ما شيلوهم؟ ليش اجى هسه؟ تعال احنا كشباب تقريبا بين 2000 عائلة. اعطونا مهلة 3 أيام. وملثمين يقولون السوق 3 أيام نفلشه إذا ما شلتوا، نجي 3 أيام نفلشه نهدمه. تعال سؤال احنا نسألك بالله، وين نروح؟ احنا كشباب وخريجين عطالة بطالة، وين نروح؟ زين؟ احنا صارنا ايش قد نشتغل بالسوق وكله حماميل، هذا اللي يبيع شاي، هذا اللي يبيع الكلينس، غير على الله وعلى هاي العيشة. الدولة لو ما وفرت لك فد وظيفة فد تعيين نشتغل هاي الشغلة، نقعد بتجاوز بذلة. هي هاي ذله ترى همين جداوه، هاي تعتبر جداوه على الف وعلى الفين. زين؟ هاي على الف وعلى الفين، تفتهمني؟ شاهد الله الدولار صعدوا، وقلنا همين ما يخالف، همين تعرف كثره النسوان
بالمشترى، وهاي من يحب نعلى الف وعلى الفين شاهد الله رزقنا بيها. زين احنا وين نروح؟ احنا كشباب كخريجين يطيدون يشيلوننا، وفرونا بديل على عيني وعلى راسي، وفرونا اكو مناطق اكو ساحات سوى نظموها ورتبوها لنا واحنا نقعد بيها ما بيها شيء. هسه اكو ساحه ببغداد، يعني اكو ساحه بمدينه الصدر تصير مكان السوق الاولى؟ اي موجود بظهر السوق موجود ومتروكه. ساحات مال طوبه، الطوبه احسن من عندنا يعني؟ ساحات موجوده مال طوبه. عمي يعني اطلع وشوف، ما علينا احنا، واحنا فقره فقره. الفقير شيله وذبه بالشارع، هل تحسب له 100 حساب؟ زين باشر الفتوى مال السيد من صارت مال داعش. يا ركض زنقين لو هو هذا نفسه هسه يلقى بالشارع. الفقير الركض مو زنقين. يعني انت ذبني بالشارع، ذبني بالشارع. المفروض تحسب لي، تحسب لي حساب شلون راح ادبرها؟ منين اجي؟ منين اروح سوق الاولى؟ عندك ساحات خلي يجي اي واحد من عندهم ويشوفها. زين طبوا هاي القطاعات، عمر القطاعات؟ هاي وحده، اثنين القاعدين بشارع فرعي. والله شارع فرعي يعني فرعي فرعي مو شارع عام. انا ابو مصطفى، ابو مصطفى مصطفى. هسه احنا من نسولف انا وياك، انت اكبر مني الله يخليك، وانت مشتغل بالسوق اكثر مني وعارف السوق. الحمد لله. زين ايش قصر لك بالسوق؟ والله من 2006 والله صارت احداث مال التيار ويا الامريكان. نفسهم الامريكان حوطوا لنا السوق بصبات وخلونا، والامريكان اليهود والله العظيم سوى لا حد يقول كذي كلهم يدرون. خلوا صبات ورانا والدبابات بظهري، فاتحين دباباتهم بظهري والله صح. عوطوا السوق كله يعني شلون هاي؟ هسه خلينا نسولف بالبديل، احنا الذي نسولف فيه نريد نوصل النتيجه، يعني مو نريد نوصل النتيجه. زين الساحات اللي موجوده هسه يمكم انتم الله بالخير، بس دقيق الساحات الموجوده اللي يسولفوا لك عليها ذن الساحات مال طوبه من عهد الهدام الملعون وليومك، هسه تعاقدها ويا الدوله وطوا عقود ويا الدوله وسووهن ساحات مال طوبه. احنا لو ندق ونلطم للصبح الله وكيلك ما حد يعترف بينا ذولا المتعاقدين ويا الساحات. عمي احنا الساحات اللي يحكون لك بيها الجماعه، انا ابن هذا القطاع ونشأت بهذا القطاع من بيع العلاقه ولهذا يومك لحد ما شيبت. زين قاعدين بمكاننا وما حد يجانا، الساحات ما يطلنا اياها وما حد يعترف بينا لان عقود ويا الدوله حجي. زين لكن عمي احنا ما نريد ابو مصطفى رحمه الوالدك يا مكان وين يشوف لك مكان. عمي احنا هاي خصم الحكي، كفيلك علي يشيلوننا منه يموتوننا منه، خصم الحكي ما عندنا. زين كل شيء وما عندنا جبيل مال ناشد، تدري ايش مال ناشد؟ سوي استاذ عادل رحت له وسولفنا وياه، سولفنا وياه. زين يشمرنا على غير شخص، روح الغير شخص يشمرنا على غير شخص. بس دقيقه رحمه الوالدك اللي يشمرك على غير شخص للدوله لو خارج الدوله يقول روحوا مثلا للمكتب وروحوا زين لول. انا دخلت استاذ عادل، انا داخل استاذ عادل، انا دخلت استاذ عادل. استاذ عادل شمرني للدوله وغير الدوله حلو. انا بالنسبه لي السوق الاولى من متجاوز على الشارع العام على الرصيف. زين هم من السقوط والحد الان متجاوز علي وعلى النفط وعلى الحصه. هسه النفط لهم ما لا خلف الله عليهم ما اريد منهم الحصه والحصه والكهرباء وش اسمه ها وتعيينات. دقيقه بس تعيينات ماكو وش اسمه، هاي كلها ما اريدها منهم من السقوط لحد الان يبوقون. شو مسوي سوونا رصيف ما اريده؟ عمي ما اريده، عمونا عايشين عندي سبع اطفال، انا سبع اطفال، سبع اطفال. وين اروح؟ وين نروح؟ هاي كلها اصحاب عوال الله لا يوفقهم. كافي يعني استاذ عادل، استاذ عادل، استاذ عادل يعني طلب من غير جماعه مو من يمنه، طلب من غير جماعه شدات 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 اخي، ورجعوا المنصب. استاذ عادل كان موصول ورجعوا المنصب ب 30 شده اساس. هذا الحكي المتداول بالامانه اخي، من الامانه هذا الحكي اخي. يعني علي يجيني يا اخي مو احنا حكي ما نريد شو اسمه. استاذ عادل اذا اكو فاسد بالعراق استاذ عادل هو الفاسدين. مساومكم الرجال؟ لا ما مساومنا، ما مساومنا وتسدبوا. لا لا ما مساومنا. تحمل تتحمل مسؤوليته؟ اي لا انا هذا الحكي اتحمل مسؤوليته، اتحمل مسؤوليته. ها استاذ عادل ما ساومنا والبدع، لا تكذب عليك ولا حد انا مساومني، بس هذا الحكي المتداول من الامانه من يمهم. من يومهم من الامانه من الروح جاء من صارنا ثلاث اشهر يعني نروح ونجي كل ساعه وجهزاك كل ساعه وجهزاك. زين انت قبل الامانه
احد طلع لك سولف وياك لو ما صار لك 3 اشهر؟ لا لا صعدنا الامين هسه، جماعه ممثلين من يمنا صعدوا للامين وجاي يداولون وياهم. الحل مالتهم ما ندري بيه، بس احنا حنا ما نشيل. يعني لو اقتلني انا اقول لك اقتلني، ما لا اقول لك اقتلني اقتلني، وين يعني عندي 7 اطفال وهذا عيش تروح وين منين اعيش؟ شو اوكلهم؟ انت كان من يكون خلي يصير مكاننا مو فهذا حكي يعني اترجاهم يعوفونا، لان ليش يصير مجزره تصير؟ الله شاهد مجزره، هاي كلها خريجين مخرجين ومعوقين ومؤذين يعني حيحة. يشوف اذا قاطعين الشارع اذا قاطعين الشارع الى حق. بس احنا مترتين رجعونا ورجعنا ووطيناهم ضمان، ما حد يطلع على الشارع، الشارع مفتوح. بس ليش هيك محاربه؟ يعني الاعظميه راس يوقفون التجاوزات، بس احنا على المدينه قايمين علينا قادرين علينا. استاذ الكاظم من طلع بالتلفزيون تتوقف زين، هو عنده كلمه لو ما عنده كلمه على الدوله؟ هو غير بالدوله راس وزراء لو لا يعني لا والله زين شنو هسه يجوني؟ يعني هو غير اذا حل البديل، اذا حل البديل حلو لا لا، وين البديل؟ انت جاي تقول لك 3 ساعات يجيني ملثم، دوله تجيني ملثمه تخاف؟ ام داها من دوله، هاي احزاب ام داها المقصد دا هو يجي صفه الدوله احزاب عباس. عباس مصيبه يعني هذه القضيه بس دقيقة رحمة، هو من يجيك ملثم ويجيك بصفة الدولة يقول لك أنا بالدولة أنا بالأمانة؟ هذا مافيا، هذا حرامي. خلانا أصير من جانبهم هسه، يقول لك أنا متخفي عم العشائر توقف لي بالباب إذا شافوني ابن من ما يحترفون. دقيقة احنا منين؟ احنا منين؟ بعد أخوك احنا منين؟ أنا اللي حاكيك، احنا نريثة بالقانون، احنا منين؟ كنا ولد عشاير او ولد عشاير ولا يردون شو اسمه، بس هذا مو عذر. هذا انت الله يكون اخي يعني شو اسمه انت اخوي. حياك الله حبيبي، شلونك؟ السلام عليكم. احنا سوق الاولى مدينه الصدى، صارنا من زمان صدام الملعون لهذا اليوم، ما حد اجانا من كنا الشاب، وهذا اسان عمره 45 سنه زين ولا 2000 بسطيه، وكل بسطيه بيها عمال لو واحد لو اثنين من عدن المعيشه 3 عوائل واربع عوائل عايشه على هاي البسطيه وما ملحقه، عندهم طلاب وعندهم مدارس وعندهم مرضى وعندها ناس تعبانه، وين تطوجونه؟ استاذ عادل يقول كلها بيد التيار الصدري، استاذ عادل المدير زين لو لا؟ هذا حكى جماعتنا خالد، ما نكذب عليك احنا زين لو لا؟ ويجينا واحد ملثم، شنو نخاف منك انت؟ بيات كتله مو بالاحزاب، اللي يقول لك بحزب كذاب ابن كذاب، هذا تلقاه واحد من الدوله. احنا ناس نطالب حقوقنا من سيد مقتدى، ناس مدينه الصدى كلها شلع قلع مدينه الصدى، انتقبت التيار الصدري، النواب منكم، رئاسة الوزراء منكم، المدراء منكم، الاستخبارات منكم، كل الشعب والحكم للتيار الصدري. يعني شخص انتخب الحكومه مال التيار هيك تجازونها؟ هيك تجازون الناس التعبانه؟ انا واحد من 2000 بسطيه، عندي بنيه مريضه بيها مساند 2، بيها صمام براس من عدن، اكو ناس اقوى من عدي، انا بدي يوميا 20,000 بس العلاج طبيعي، للصمام دكتور تسلم علي 40,000 الكشفيه، اطلع ما اقوم انا مليون ب750 بس العلاجات من على العلاج الطبيعي. وانا طوجي ابوك كذبوني بالسجن، اسلب تذبوني زين شو اسوي؟ وين طوجي هنا؟ احنا با عليه ما نسبه بديل، ما اريد بديل، شريد منهم اريد يعرفونا مصدر رزقنا، طالب سيد مقتدى انتم هاي 4 سنوات ما اريد منكم كل شيء، اريد منكم شيء واحد تعرفونا مصدر رزقنا، ما الواحد يجيني ويقول لي افلش رزقك خليه يقتلني، اجيب انا وجهالك نفسي شنو يقتلني؟ شنو يبلشني بصيدي؟ وانا توجهي حسبي الله ونعم الوكيل على السواء. يا ظلمه يا حراميه هو حقنا، يعني احنا من الناشد
ما الناشي الشيء يعني مو حقنا، هو حقنا يعني، هو رصيف اول ب 3000 عائله، رصيف معيش 3000 عائله، اطلع على رصيف شنو هذا الرصيف؟ شي يفيدنا الرصيف؟ الرصيف ما يوكلني هسه اني من بهذا مصدر رزقي، انت جايني والله تعشيل بثلاث ايام، هاي ثلاث ايام شو اسوي اني؟ وين اروح؟ 3000 عائله ما فكرت بيهم؟ زين انا هذا جاي اناشد انا ليش ما لا ما اناشد؟ هذا حقي وغصبا عليه يعطيني اياه. زين هو لا موفر لي تعيين، لا موفر لي مدارس، ماكو، لا عندنا صحه، لا عندنا خدمات، جاينا على مود والله رصيف، هو يجيني يقول حق الدوله. زين انت لا تداعب حق الدوله، حقه وين لعد؟ انا اريد حقي مثل ما انت تداعب حقك، انا اريد حقي غير، انا اي حقي هذا اريده اني. احمد الركابي منطقي منطقي، الله يكون خريجين صار ثلاث سنوات قاعدين، لا تعيين، لا خدمات، لا عايشين يوم بيوم، شرد من عندنا يروح؟ وفر لي البديل، اعطيني راتب بيتي ماكو، انا معيش ثلاث عوائل ايتام، ليش هيك؟ وين تروح؟ هي البطاله موجوده بالبيت، هي زيد بطاله، تريد العالم تسلب، تريد العالم تنهب، ليش تعز العالم؟ العالم وين تروح؟ هاي كلعت ايتام، بيها مريض، وبيها فقير، وبيها رجال كبير، وبيها ابو مي، وبيها ابو عربان، وبيها حمام، كلها بيها. هذا الرجال معوق، شوف حاله، شوف هالولد، شوف عم هذا، شوف هذا عيشة عائلة كاملة، بس هذا شلون يعيش؟ شايلنا وين نروح؟ والله تبيع انت بالسوق، شو تشتغل؟ الالي جيب لنا ماي، شو تسوي؟ وين يروح؟ ولا اروح؟ العالم وين؟ السلام عليكم، شلونك؟ بس والصباح قواكم الله، خلي شوي يصير هنا، قواك الله، شلونك؟ اي بعد ارجع لنا اي والله، كل ما نرجع بعد افضل، اي حتى شوي نعطي مجال للمساحه للناس. حياك الله حبيبي، شلونك قلبي؟ الله يديمك، قواك الله، بعدك بدو اروح لك. انت اول ما تحدثت موضوعك كلش حلو، بدو اروح لك، انا جيت المدينه هاي، انا راح احكي لك مختصر مفيد حياتي الخاصه. زمن صدام انا عمي معدوم ضربوني اوبر غلط، هات تشوف هذا وضعيتي، يعني مو ولاده، لا انا مو ولاده، هاي رجلي احرك، هذا سقط النظام، دراسه العفو ماكو، تعرف العده معدوم، صار شلون نقول عدو والله، بالضبط عدو والله، العده معدوم، محارب من كل شيء، دراسه ما درست، التجيت طبيت السوق بال 92، نفس السوق مال الاولى، بال 92 طبيت السوق، خوش لحد هذا يومنا، يعني من زمان صدام هذا يومنا، سقط النظام، رحت قدمت على تعييني، قلت انت ما مشمول، انا عمي واخو ابوي ما مشمول، قلنا هاي راحت بسطية على باب الله، مو تجيني تقول لي شيء زين، انا لحد بسطيتك والله، انا فرح، انا بتكربه بي احذي هاي ادي كل شيء كمل اراويك اياها، ترد يجيني يقول لي شيء، انا يشهد الله والولد، كلهم اصدقائي وكلهم يعرفوني، كلهم يعرفوني، انا والدي متوفي واخوي متوفي، عائله اخوي برقبتي، ثلاث بنات طفل، اخواتي اربعه وامي ومرت اخوي طبعا مشلوله، وانا عائلتي وعندي ثلاث اطفال، يحاججني بمن؟ يحاججني قلت عندك راتب مال رعايا، انا عندي راتب 224000، يشهد الله ورسوله، اطل المحل 40 مال السحب وارجع للبيت 80، هاي 120 طارن، وانت تعرف اللي برحمه لوالدك، الحليب والحفاظات هاي مال الاطفال مساله طبيعيه، زين انا اذا اشيل ذن 224 شلون اقسمهم؟ خلي الواحد منهم شريف يقول لي ذني كفنهم، مدير مال نفطيه ما اريد اذكر اسمه، يقول لي انا الراتب مكفيني بس اتجهت للبرلمان في سبيل شنو؟ انقذ الشعب. زين انت راتبك كبير من رايح البرلمان؟ زيد راتبه. يقول لي والله ما يكفي، يعني كان بالمدير راتبه يكفي، بس من صار عضو برلمان راتبه ما يكفي لان يدفع المؤسسات وخير. اذا هم نفس هالدوله، هاي هسه احنا نصبح متجاوزين، هم متجاوزين على الحق من 2003 لحد هذا اليوم. ما اريد نقول ايش ماخذين يمنا ابسط حقوقنا ما منطيناها. انا اريد اخاطب الدوله بشرف ومذاعتهم، شرف وناموس. سولف والله. مو؟ خلي يقول لي اوفر لك بديل، اوفر له عيشه كريمه. انا هاي الشباب كلها يا ما متخرج هسه، يا ما عنده عائله برقبته، اذا ما عنده ترك روح او ترك روح يكفي 10000 يومي. مو؟ انا لا حاكيك، يشهد الله ورسوله، مفخخات كانت تطيق، يشهد الله انا مدنيك وتوقع بالدخل. انا ما متوازي قاعد برصيف في سبيل شنو غير على مود لقمتي؟ يعني ردنا اجدي اذا يقبلون، انا اريد اجدي، ترى كل الشباب تجدي، اذا يردون العالم تبوك، ترى العالم كله عنده استعداد، بس هو يريد يعيش عيشه كريمه،
كمواطن العراق ابو زهران. ابو زهران حبيبي خلي انا اسولف هسه من جانب الامانه، هسه هذا جانب الامانه، يقول لك بغداد هواي صار بيها تجاوزات، وسوق الاولى والمدينه مدينه الصدر صار بيها هواي تجاوزات، فنريد احنا نعيد نظام المدينه مدينه الصدر. بس دقيقه هسه هم الامانه ما موجودين يمنا، بس هذا انا احكي حتى توصل. زين انتم هسه متجاوزين، الحكي هذا يصرف لكم ولا ما يصرف لكم؟ انتم متجاوزين قدام القانون. انا سجاوياك هسه، انت جيتني بالقانون وانا هسه راح اجيك بالقانون. تريد اطلع لك موبايل اراويك؟ انا جيتها بالقانون، جيتها بالقانون، رحت ذوي الاعاقه، ذوي الاعاقه رحت، مو رحت ذوي الاعاقه اعطوني كتاب شو اسمه استثناء، وش حكايه؟ من اعطوني استثناء جيت بيه لامانه بغداد، انطيت لهم شمروا على الكتاب على الميز. اقاطعك انا اقاطعك، شنو اللي صار هسه الاخوان؟ اعطوهم كتاب. خلنا نشوف، لا خلنا نشوف والله، خلنا نشوف حبيبي صباح النور. بس دقيقه وياكم انا حتى نشوف الحكي شنو. زميلي علي بس اخوان اذا تسمحوا لنا شباب، اذا تسمحوا لنا شباب خلنا نسمع الحكي شنو. حتى كلهم يسمعوني. حكينا ويا مخابرة الوكيل والمحافظ نفسه، قالوا عمك كل اجراءات ماكو. سولف سولف لنا السالفة اللي صارت وياك شنو؟ حياك الله. ها ابو سجاد سولفوا لنا. سولفوا لنا السالفة هسه لحد الآن. ولدنا الله يساعدكم هسه تريض بالموضوع، لان توقفوا لين 5000 عائله وشرعنا المعاناه كلها، وقدمنا كتاب وطلب للامين، والامين يعني وقعوه صدروه راح صعدوا اليه باكر ان شاء الله وبركه الله ومحمد واهل البيت، ودعاكم تدعون لهاي العالم ال 5000 الفقير واليتيم والقاعد بالايجار. هسه لحد الان توقف، احنا شرد يومكم اريد هسه الهدوء والصمت، احنا نروح على بصياتنا، ما عندنا كل شيء لحد الان، ام مخفينا وماكو كل اجراءات، مجرد اسمع نفس الحكي اللي يجينا بالليل قال ماكو، كل واحد يجيكم بالليل ممنوع وتصير ضجه كبيره. خلنا خدمك هسه يقول له حق العيار الباب الدار الله يستر عليك. اولا احنا بالنسبه لنا اللي ياخذ محلنا يقتلني وناخذ محلي، يقتلني وياخذ. هسه اليوم اجيبنا فطح احرق جهالي واحرق روحي، احرق جهالي واحرق روحي بين اثنين عباس، كلكم با علي هذول احنا، انتم كلكم اخوتنا وكلنا واحد ورايه وصايه وحده، هذول احنا متعهدين 10 نفرات خلونا هنا، انا مسؤولين مو مسؤولين اخوتكم، انا واحد عالم خادم لتراب رجليكم كلكم وكلكم اخوتي، بس احنا ذولا صرنا وجهاء قدامكم والله العظيم، بشرفي بعرضي واقسم بذات الله اول واحد وقع علي واول واحد احرق جهالي بالسوق الاولى اني، سمعتوا كلكم وياي ومن هذا. هسه احنا ندم يومكم نروح نطش لب، نروح نفتح على باب الله ونزل الناس جزاهم الله خير الجزاء، خوش وقفه ويانا وقفه. بعد احنا نريد بس شغله واحده، الناشد سيد مقتدى والكاظمي، بالله الناشد سيد مقتدى والكاظمي، الكاظمي وقف جماعه البصيات، احنا جماعه البصيات موقف الكاظمي لو موقفه، احنا اولا شارع فرعي مو شارع رئيسي وتقعد عن ارزاقنا قطع الاعناق ولا قطع الارزاق. زين 5000 عائله، اذا قطع رزقها ايش ناكل؟ ايش تشرب؟ القاعد بالايجار واليتيم والما عنده، والله العظيم بس الله الواحد واحد، والله العظيم يقتلونا ولا يقولون لنا شنو، يقتلونا ولا يقولون لنا شنو، وين نروح؟ وين تجونا؟ واحنا نشكركم ورحم الله والديكم وشبابنا، احنا نمتثل لهم ما طول قدرونا واحترمونا، احنا نقدرهم ونحترمهم وشاكرين فضلهم جدا. انا حجه اريد اسولف وياك قضيه، انا اللي سمعته هسه اللي يجيك بالليل، اللي يجيك بالليل شنو؟ اللي يجيك بالليل دوله، بس دقيقه، اللي يجيك بالليل امانه لو يجيك بالليل واحد منا منا؟ لا امانه امانه بغداد، ما عندنا غير شيء يجينا بالليل، اذا بس هو حتى اذا اخذ دوام رسمي، اللي يجينا غير دوام رسمي بالوحده اللي اكو دوام رسمي، يجيني بثلاثه، يجيني بثنتين، بدي فلش بسيطي خلي يفلشها، وانا شاكر فضلكم. شيل شنت عندك سولف لي بسطيتي من 2091 قبل الهدام الملعون، من زمن هدام الملعون. هسه احنا بال 2022 السنه الجديده علينا، هيك يسوون بينا؟ بدال ما هسه يشيلونا على روسهم
انا واحد من العالم، اربع سنين عندنا امريكان، والله اربع سنين انا واخوتي وانا ابن محمد الصدر، انا با علي الله وكتبه ورسل. جبل ما يهزني، جبل وحدي ما يهزني، انا احكي لك على واحد كيف ذا 5000، انا جهالي وعيالي والله احرق روحي بالسوق واموت روحي، ليش؟ انا طالب سيد مقتدح احلف ابوه وبمه وبخوته الشهداء الابرياء اللي ان يوقف هذا النزيف، والله معيشيننا برعب. ها ابو البلديه الاولى يا يجيني منثم ويجيني كسه، لك 42 ساعه، لك 45 ساعه، لك يومين، لك ساعتين، تعطب وشوف والله تبكي بواكي بواكي كل هاي قلقه. شوف برخصك، شوف بس شرفك صورهم كلهم، هذول من خير كل واحد اذا مو محله فد اثنين ثلاثه معيشهم. اسمع ابو العربانه عايش على الله وعلينا، على الله كنا عايشتنا على الله، وابو الماي وابو الشاي قل لي بس ابو العلاقه نسوان ايتام وين توجونا؟ وين وين؟ والله العظيم ملينا تعبنا بزعنا، وين توجونا؟ بس قلوا لنا اجيب شي حتى هيك وذبح على راسي، وين توجي؟ وين اروح؟ ملينا تعبنا. على والديك السلام عليكم يا سيد مقتدي، مشي عليك ابوك، مشي عليك امير المؤمنين، بس اشرح صدرنا، بس اشرح صدرنا يا سيد، احنا ولدك سيد مقتدي، احنا الناجدة بابو والله العظيم الناجدة بحق محمد والدك. بالسلامة بالسلامة حبيبي، بالسلامة بالسلامة. احنا اللي نتمناه يعني اللي نتمناه من الاخوة اللي الان موجودين حبيبي، يعني هذه العائلات اللي موجودة بمنطقة او بمدينة الصدر تحديدا، يعني هذه الحالة اللي امامكم، يعني اولا حبيبي قواك الله، انا ما ما ادري اسوي، انا بخدمتك تخلي لقاء وياك اكو حكي قصه ما ينقص، هذا الحكي سولفها استاذ، هذا واقع وجاي نصور واقع، وكل واحد اسمعني كل واحد يتحمل كلامه ومسؤوليه كلامه، احنا لا بيها قصه ولا بيها منا، لا 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 هذه امور ووصلوها للامانه وقبال الامانه، وانتم مو ضايعين قبال الامانه زين. لا ماكو هذه الناس، لا هذه الصور طبعا الاخوه اللي الان تحدثوا، طبعا انا هذه اضافه اريد اسولف اعلق عليها شويه، لانه احنا ما دام نازلين ميدانيا وعارفين بالقضيه وعارفين اللي جاي يصير، ماكو قطع وقص، وهاي هذا مو يمنا، هذا الشغلات هذا مو يمنا، المواطن من يحكي هو اللي يتحمل مسؤوليه كلامه، لا مؤسسة زاغروس يتحمله ولا مقدم البرنامج والكادر يتحمله، المواطن من يتحدث هو اللي يتحمل مسؤولية كلامه بما يتحدث هو، هذه نقطة مهمة جدا، والأمانة وكل اللي انذكروا والأسماء اللي تنذكر هذا حق الرد مكفول للجميع دون استثناء، وإحنا حاكينها هواية وكل الحلقات حاكينها حق الرد مكفول للجميع دون استثناء. بالتالي اذا تنطيني لقطه على وعلى الحضور الان اللي تقريبا يعني الناس قالوا يعني بعد خلاص احنا وصلنا لمرحله وبعد ما بيها مجال، لانه سمعنا الخبر والكلام اللي وصل طمنهم، ولذلك انه يعني شوي شوي الاخوان انسحبوا من تظاهرتهم. اللي نتمناه شنو؟ اللي نتمناه انه طريقة الأمانة، أمانة بغداد مع الأسواق الشعبية تحديدا في مدينة الصدر، يعني هلا هلا، والله خلينا بالله نرجع لأبو زهراء، أنا قاطعتك قبل شوية، أنا جدا أعتذر قاطعتك، لكن سمعنا الكلام مال الأخوة وطمنوا، يعني هسه اكو تطمينات للموضوع، وهذا هم يجيب نتيجة. زين والله يا استاذي احنا شو نقول؟ انا اذا ما يجيني يعطيني القطعه خليها على الصبه ما ارتاح، لان هسه انا احكي لك صدق غير ما جاي انام ان شاء الله، يعني خلينا احنا نكون ما احكي لك من باب العطف، انا 16 نفر عندي ترى بس كل النسوان ان شاء الله ورسوله زين، يعني بزمن صدام انا لو مقدم على تعيين يجوز يقبلوني غصبا عليهم يقبلوني، بس انا عندي كان سبب مانع تحاكيهم هسه يقول لك انت ما مشمول، والله عمك مو درجة أولى زين، أنا رحم لوالدك، أنا بهذا وضعي وعايش عيشة كريمة، عوفني
من جبت لك كتاب؟ انا جبت لك كتاب من ذوي الاعاقه، وهذا انا مصوره وجبته لك اعطيتك اياه، خليته على الطاوله يوم يقول لي تعال باكر. شنو يعني اذا انت مؤسسه ما جاي تعترف بيها وجاي تطبق عليه قانون؟ انا ما جايك بالقانون، انا ما جايك بالقانون. زين ترى ما جايك، ليش ما تحاجزني بالقانون؟ هسه العالم راح تفتح على باب الله، هسه راح ترجعون تفتحون على باب الله، وان شاء الله رزقكم حلال ان شاء الله. زين هم بعد شوي تسمعون خبر، وهم لانكم طاشين، وهم لانكم باكر هم مجموعين. ايش اقول لك انا؟ شلون؟ وانا جاي ايش اقول لك؟ اجونا اول مره، اجينا هنا ناشدنا، رحنا قابلناهم قالوا يابا نريد مترتين منكم، يابا عيوننا نشلحها. يشهد الله ورسوله قصينا اكثر من مترتين، وطلنا على الرصيف، وطلنا على هذا مال المي تكرم مال الامطار، مو ويقدر يسوي له شلون مقرص يمشي. اجانا ها يابا اريد افتح الشارع الخدمي، شارع خدمي شاله، شارع الخدمي فتحه، قص العالم يبيه وراح، واثنين انجلطوا عندنا يبيعون بيض انجلطوا، فتح شارع الخدمي. هسه ايش عندنا؟ شارع فرعي، يعني مو تقول مثل شارع عام، شارع فرعي. بالنهايه مالته، بالنهايه مالته الطابو الضريبه، الطبله من الفلاح مو يم السوق، يعني طبله عادي، الطبله من الداخل مو يم السوق، يعني شلون الطب ذهاب واياب الطبله مساله طبيعيه. ما في مشكله، ماكو عرقله ولا شيء. ما ابي تجي وتشوف، ما ابي اي شيء، انا اريد افتح هذا الشارع. زين انت بغيت تفتح هذا الشارع ليش؟ من هنا بيوت، ومن هنا ساحه مال طوبه، الساحه مالت الطوبه، الساحه مالت الطوبه مسيجه، والعالم مفتحه قدامها. ابو زهراء هسه الناس من تشوفنا هم تسولف، تقول يا بنت ترى احنا اصحاب البيوت، مشو ناسينا اصحاب البيوت، شنو موقفهم؟ هم راضين لو هم اللي جاي يشتكوا؟ هم طالعين يعني، هم نفسهم خطين، ثلاث ارباعهم عندهم بسطيات، هو هذا عيشته، هذا ابو الرقي، هذا ابو المخضر، يعني لو مثلا ابو البيت مشتكي تختلف، ابو البيت ما طالع وياي، هسه ابو البيت وياي. الله يساعدهم حبيبي. قواك الله اخوي، شلونكم؟ زينين؟ الله على والديك حبيبي. اهل البيوت وياكم؟ اهل البيوت هم اكثريتهم اصحاب رزق، يعني مسوي بيته عازل القطعه الخلفيه مثلا، البيت قاسمه بالنص، بالبدايه مسوي له محل، يعني هم هسه اكثريتهم اهل البيوت، يعني بس مجرد متجاوز تقريبا 3 مترات قدام بيته مسوي له محل وباب رزق، يرجع للبيت يموت السوق، يعني باب رزق ماكو، العالم متعلمه على هاي المنطقه، اهل البيوت هم اصلا كلهم ويانا، احنا ما يخالف نقبل نشيل التجاوزات مرتنا، بس شوف لنا بديل، شوف لنا بديل. ليش يعني وين نروح؟ لو نجرم سالفه البديل، سالفه البديل ماكو. اذا انت جاي تحطنا قدام امر واقع، يعني تقول لنا لو تجرم، لو تنظم تصير الحزب وصير طلي، مع احترامات اللي يسمع، تروح وتعال وجيب وودي، لو تموت من الجوع، وهاي بعد وين نروح؟ نسلم نبوق، ما نعرف شو نسوي، ما اعطيني حل واحنا نمشي طبق هذا الحل تحت ضوء نمشي، ما يخالف. انتم اصحاب تنابر، اكيد تسولفون بالحلول، اكيد تسولفون، تسولفون بالحلول، يعني تقولون لو هيك يصير، لو هيك يعني ها تعيين، لا اكو تعيين، لا اكو راتب، لا احنا عندنا مدارس وطلاب وعندنا خطوط وعندنا كل شيء، يعني زين زين فلوس زين، المي يارب ب 500 دبه زين، هاي وحده. والثاني انا هسه عندي طلاب، ابسط شيء كل واحد له خط زين، مصرفهم مين اجيب لنا؟ رزقهم مين اجيب؟ انا على هالبسطيه قاعد، انا قاعد على هالبسطيه، ما عندنا شيء زين. عدنان ابو سجاد، حياك الله ابو سجاد، ايش قصر لك البسطيه؟ والله انا حوالي 25 سنه، ايوه من 25 سنه انا بالبصيه، ما حد يتجاوز علينا ولا واحد قال لنا علي عليك حاجب زين. شو هسه يوميه يجينا واحد ملثمين يجونا عزلوا لكم 3 ايام، لكم 4 ايام، يا انت تعال من يا جهه يا دزق علينا، يا دزق علينا، خلينا نتفاهم وياك، روح تعزل، يجي شبل خليه يدز على اغراضك زين. احنا شنو عبيد عندكم؟ احنا مو عندكم عبيد عندنا زين. والله اكثريه العمال والشباب اللي بالسوق بالمناسبه اصحاب شهادات، لا هذا ما نشيله، بس احنا نفتهم انت من يا جهه قال تعزل، ماكو اذبك ورا شمس، لثام ويا سلاح، والجيش العراقي بالذات، الجيش العراقي وياهم واقف، الجيش العراقي وياهم واقف. زين احنا ما يخالف، انتم مو تقولون احنا عندنا عجز مالي، عجز مالي وما اقدر اعينكم، اهل شهادات عوفنا على البسطيه، عيننا عينا فلش البسطيه. والله والله ابو الشاي خريج ماجستير، ابو العلالي خريج سادس، ابو المحل عنده 2 مهندسين وقاعدين، يعني وين نروح؟ والله وين نروح؟ وين نروح؟ ما اعرف. ها؟ الكريم يعني هسه عوف نسولف، يعني للاسف احنا نسولف على صالح العام، انت غير تريد تطور بلد، تريد بخدمتك انا، تريد اعمار، تريد شو اسمه، انت تعال شوف لي كم مدرسه تفلشت وما انبنت، كملهن، شوف كم مستشفى عندك وسخه،
ما بيها نظافه، كلها رشاوي، كلها ما ادري شنو. انت دني كملهن هاي شغله ثانويه والله، انت تكمل الاساس، كمل بنيه تحتيه، وفر لي كل شيء، خليني اشرب مي من البوري مثل العالم، مو اشرب مي تكمل ذني نعل على والدي ما يشي. بس انت جايني على الشغلات الظاهريه والله قدام البلدان، انا شلت هاي تجاوزات وما ادري شنو. احنا جاي نعيش عوائل عايشه على هاي البسطيات والمحلات. يعني هسه تقول انت متجاوز؟ لا تسمح لي. يعني هسه التجاوزات صارت هواي يعني معروفه يعني. نعم نعم. هذا يخلق لنا مشكله لو يحل لنا مشكله. لا يصير ازمه، يصير ازمه يعني تجاوزات صار مشكله تتازم بعد ازيد تصير مشاكل. زين بطاله هي هسه انتم مسوين رواتب لهاي العالم انتم؟ شو لا انت زين ماكو شيء بديل لك، ماكو شيء الا بديل. هسه عاد خلونا عايشين ببساطة، واذا ما تقدرون تعينونا واذا ما تقدرون تشغلونا خلونا ببساطة قاعدين كما موقع حالته من اراده. والله بسطيتك ايش قد مساحه؟ احنا مو شرط المساحه، عندي ثلاث مترات. زين ثلاث مترات انا قاعد بيها. زين ثلاث مترات قاعد بيها، افتح لي ابيع صابونات، ابيع حفاضات، ايش اسمه، ابيع جقال مفرد للعالم الراحل الجاي علاليك احمد. زين ما زين غير خلوني نحكي وانا بسجاد. انا محلي خمس مترات، اجا اولادهم مترتين. زين اعطيتهم ثلاثه، سلك بالله ظلت مترتين بيها. هاي المترتين على الله وعليها عايش برقبته عائله. سؤال المترتين يعني مترتين منا لهنا وعايش بيها واقول الحمد لله، وكل يوميه كل ثلاث ايام كل اسبوع جايين فوق انا ويشيلون وتهديد وثلاث ايام ومهله، احنا وين نروح؟ هذا رزق هم يطير لانه والله ت... طار والله طار تشتغل شاهد إيه والله. اذا اقول لك البارحه ما مستفتح يمكن ب10,000 وانا محل ملابس نسائيه. زين ما عنده بكان مترتين يعني شغل ماكو، يعني واهسنا طار شغل ماكو شاهده، احنا وين نروح؟ تعال صار السوق صار له 35 سنه ووفروا لنا بديل على عيني وعلى راسي. ما انذب اللوم على الجدد بس دقيقه القبلهم هسه ما اريد اذكر اسماء. اول ما تاسست الدوله العراقيه هم بيها كانوا الذول اللي قبلهم اللي سقوط بعد السقوط اندقت كانت البيبان كلها مفتوحه وكلها تطب لنا. اخر شيء ذاك يوم هذا واحد بالمدينه ما نذكر اسمه يقول اقتحموا المكتب مالتي، احنا ما نقطع، احنا رحنا الناجده. زين انت ليش قبل الانتخابات سويتني نبي تجيني للساحه مال طوبه، تجيني واني بالمحل، تعال راح اسوي لك، تعال ما ادري شنو، وشوفوا يلمونا كلهم علينا فوق هسه صعدوا ونجحوا بالانتخابات، هسه نروح لهم ما يستقبلنا، يقول داهمون المكتب مالتي، صعد على شتافنا وراح. احنا هاي نريد الناشد نلم الحكي كله، نلم الحكي، هسه الحل والربط كله بيد التيار الصدري، بيد الكتله الصدريه، سيد مقتدى بتغريده واحده يقلب امه لا اله الا الله، ذاك يوم تغرد على المظاهرات وقبلها تغرد ما ادري على اليمن، غرد علينا شوف هاي العالم خطيه. والله مليانة والحل والربط ارجع واقول ذولي كلهم هيك باشاره باظفر سيد مقتدى الصغير تنحل المشكله كلها، واحنا الناشد السيد نروح لذاك يوم انتم تقلدون سيد سيستاني، عمي مدينة الصدر ضحت انطت مدينة الصدر ولاده، ارجع لتاريخ تيار صدر كله اساسه قائدته ناسه ضحتت كلهم من مدينه الصدر، اطوا شهداء اطوا فلوس زلموا نسوان. والله نجي ناس احنا نصير تبعيه احنا. طيب رحم الله والديك والعافية وإن شاء الله محسومة وخلصانة. حبيب زهراء لا أنا هسه بعد جاي مستمرين ما أقدر أقطع. هذه طبعا التفصيلة اللي تحدثنا بيها يعني أنا بصراحة هي كثرة المظاهرات، يعني هسه واحد من يسولف دق الباب مرة مرتين ثلاثة ما حد ما سووا له حل، فطبيعي جدا يتظاهر، وهي الكارثة مو يتظاهر واحد، يعني هسه القضيه مو شخصيه مع شخص او اثنين او عشرة. قضيه متعلقه اولا هسه بسوق الاولى، متعلقه بناس مدينه الصدر بسوق كامل 5000، يقول 5000 نفر موجود بهذا السوق، اذا تفلش هذه كارثه. يعني احنا بصراحه اكو واحد يحل المشكله ويحلها بالطريقه السليمه، واكو لا والله واحد ما يحل المشكله، يعني يخلي فوق الحمل تعلاوه، يعني المشكله ما انحلت. وانت هذه الناس يعني اسم شبابنا وبالمدينه ونعرف شباب المدينه يعني لا شغل لا عمل، يا دوب معيشين نفسهم تعاوت منعه، يعني طبيعي راح يروح غير اتجاه. وهسه انا ما اريد اسولف عن المخدرات وعن الكريستال وعن الحبوب وعن غيره وغيرها اشياء،
ما اقدر اسولف فيهن، لانه هذا واقع يعني. اذا الناس تعرف من المدينه يعرفون اغلب مناطقنا صارت مرتع للكريستال والمخدرات وغيره الممنوعات. طيب شنو الحل؟ الحل انه اني اوفر له، لو الحل لا والله طلع من مكانه خليه يروح يشتغل شغله ثانيه. هذه الطرق المفروض يعني ما اعرف، هي طبيعي المفروض اكو تخطيط لها القضيه، ما مو بليله ويوم صار الحل. عموما هسه احنا واقفين، الاخوه ايضا هم عندهم 1300 تقريبا 1200 واحد من الاخوه حمايه حراسات امانه العاصمه، واللي صار قبل قليل يعني انا هم كنت شاهد يعني على الاخوه اللي تعرضوا الى الاعتداء قبل قليل. ويعني هي مشكله يعني انت ما تحل المشكله، انت تضيف فوق الحطب، يعني فوق الحطب نار يعني. وهذا اللي بصراحه ما اريده. اولا هم اخوتنا قواتنا امنيه، الاخوه القوات الامنيه ايضا يعني هم المفروض حمايه، وهم ما زالوا حمايه ان شاء الله، وهي اليوم مناسباتهم يعني، هذه مناسباتهم المفروض نعيدهم ونسولف وياهم. بس هي القضيه اصبحت بهذا الشكل للاسف ظلنا نشوفهم بس بالتظاهرات. هذا للاسف. حجية حياك الله، شلونك اليوم؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله زينه. الله يديمك. نعمه على راسي وبعد قلبك ابو منك وبيتك على راسي. ما اكفر انا دراشني الكاظمي على راتبنا، راتب الشايب. اي راتب العائله وشنو؟ هنا اي ابدا اسوي لي ابني معوق لهني ثولة، فحللنا نحكي هيجي. ها مريض وعنده يمشي يوقع تعبان، واركض بي يقول لي ما يصير الا تجيبينه بالبطانيه يعني اوديه للجنه، ولا اروح بها انا اللجنه. ما يمشي. انت رحت لوزاره العمل؟ اي الا تجيبينه للجنه، هو ما يقبل يقتل بي بالشارع مخبط كشفه زين. ما اقدر له، انا واخته موتنا والله العظيم. يقول هاي الكتاب ماله شوفه غير قادر عن العمل. احمد والديك اريد راشد الكاظم يدز علي كله يدورون 20 ورقه و30 ورقه، انا منين اجي؟ عوف ال 20 ورقه و30 ورقه، تقرير طبي عندك؟ والله بالامانه ب 300,000 بدون عينكم. انا هسه راح مصطفى الطيه، مصطفى المصطفى وتخابريني وقضيتك محلوله. دار على عمرك على عمري. هذا قلبك يوم المحكمه سوي لي حجر وقيموم، وانا مريضه مريضه. انت اذا قضيتك كم وزاره العمل؟ اي والله اعتبريها محلول. اريد العباس يستر عليك ان شاء الله. فدوه الحق. خذ تليفوني من مصطفى. الله يساعدكم اخوان. طبعا ايضا هذه يعني ايضا تجمع قرب الامانه. السلام عليكم، قواكم الله، كل عام وانتم بخير. الاخوه بامانه العاصمه تحديدا، لانه اللي صار يعني اللي صار في هذه الفتره، الناس اللي عندهم عقود، اللي الناس اللي عندهم عقد صار من 2003 لحد اليوم، وهم حراسات بالمقر الامانه امانه العاصمه، وبالتالي المفروض انه اكو اجراء لهم لحل قضيتهم. ما ممكن انه تبقى القضيه معلقه والناس يعني بهذا الشكل تحديدا. هذا طبعا الموقف اللي لاحظه هو لا بصالح الأمانة ولا بصالح الدولة ولا بصالح بصراحة بصالح المؤسسة الحكومية. احنا اللي نريده انه اكو حلول للقضية. احنا من الاخوة يطلعون تظاهرات، اكو لازم ينتظرون حل للقضيه، ما تظل القضيه معلقه وما لها اول وما لها تالي. الله يساعدهم اخوان، قواكم الله، شلونكم؟ حياك الله حبيبي علاء. حبيبي الله يسلمك. شلون صحتك؟ الله يسلمك، تحياتي لك ولقناتك الموقره، الله يسلمك الله يخليك. احنا اولا وياكم زين، مو علي. الله يخليك الله يحفظك. احنا القضيه هسه احنا كنا متجمعين ويا الاخوان، عندهم قضيه السوق مال الاولى، وانتم ايضا عندكم قضيه، فاحنا اثنيناتكم ماكو فرق. تسلم الله يديم. الله يحفظك الله يخليك. شنو اللي يصير؟ شنو اللي جاي يصير؟ احنا اليوم وجينا طلع المظاهرات نطالب بحقنا، واللي هو حقنا احنا صار لنا 14 قسم، 15 سنه، 16 سنه ما ثبت لنا.
واحد واحد على ملا لا على الشرطة الشرطة الداخلية، احنا حماية منشآت 1/1/2011 ثبتت جميع العقود حماية منشآت، واحنا 5000 كنا على الأمانة 6000 ثبتوا 5 بقى 1000 1000 ما ثبتوا ليش ما نعرف. اليوم طلعنا يعني طلعنا أكثر من مرة احنا نطالب، واليوم طلعنا جايبين الشغف هسه مثل ما تشوف جماعة حفظ النظام ضربونا وطقونا وما حد لحد الان نزل لنا، اي واحد ما نزل لنا لا الوكيل لا الامين لا المدير مالتنا ابد. زين واحنا ضربنا كنا احنا موقف الامانه ما حد ابد ولا واحد. اليوم احنا من 6:30 من 7 لحد الان ما حد اجانا نهائيا، ونريد نعرف انتم ليش ما ثبتونا وليش عايفين هسه يضيفونا على قرار 315 مدني. انا صار لي 13 سنه عسكري، باجي عسكري اداوم عسكري، اليوم يقول لي تعال انت موظف مدني شلون بيا قانون تروح السنوات كلها تروح. هسه احنا ما نعرف مصيرنا شنو، ليش ما ثبتونا؟ زين عندنا موافقه كتاب بال 2014 تثبيت من رئيس الوزراء المالكي كان ومن وزير الماليه ومن الامين وما نعرف وين هذا الكتاب. هذا الكتاب اذا تقدر تصوره خلينا نشوف الكتاب اللي موجود الان. هذا الكتاب الى وزاره الداخليه مكتب الوزير تثبيت حراس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حصلت موافقه دوله رئيس الوزراء وزير الداخليه وكاله على استثناء الحرس المشار اليهم بكتاب امانه بغداد المرقم كذا في 23/1/2014 من شرط العمر لغرض تثبيتهم على ملاك الوزاره لاجراء ما يلزم واعلامنا. دكتور حامد خلف مدير مكتب رئيس الوزراء وكاله. زين هسه هذه بموافقه؟ هذا كله موافقه وهذا كله كلها موافقه طبعاً. زين بس ما حد ينفذ، ما حد ينفذ، ما نعرف شوف ما حد يعني ما جاي يتنفذ اي حراسات. زين الماليه لها ها الماليه موجوده الماليه موجوده. زين الماليه موقفها شنو اذا اللي بالكتب 2015 تثبيت هسه لحد الان ماكو. هسه قلنا انت على قرار 315 زين احنا كل واحد اقل واحد عنده خدمه 11 سنه اقل واحد، واحنا كنا عندنا من 2003 عندنا من 2005 2006 انا من 2008 لحد الان ما مثبت. زين انتم مثبتت 1/1/2011 ليش ما ثبتتني؟ موقف الوزارة الداخليه شنو هسه وياكم؟ ما نعرف احنا هسه احنا ما نعرف. كتاب راح له كتاب يقول لك خلي يوفر لي توفر لي انا ما عندي شيء استلمه، بس انتم امانه بغداد وفروا لي رواتبهم. احنا مراتبنا 700 ونوع الف لي اي مراتبنا 700 قال فوج طوارئ الامانه. احنا فوج طوارئ الامانه هذول على الملاك الداخليه خاصين بس امانه بغداد. زين واحنا هسه ليش ما ثبتونا وياهم؟ خلونا على فوج الطوارئ. فوج احنا عندنا فوج 100 واحد اختصاصهم تجاوزات عليهم تابعين قياده شرطه بغداد. مين يستلم راتب؟ مين يستلم من الداخليه؟ يستلم من الامانه والله العظيم. انت منتسب الى وزاره الداخليه شلون تستلم دورياته اسلاحه على قياده شرطه بغداد بس رواتبه من الامانه يستلم كله مليون. قبل 10 ايام طينا شهيد على قناه الجيش عبر واستشهد. ها شنو حقوقه؟ راح هيجي كانه هو ولا 13. زين انا عسكري هسه انا عسكري ها خليك كلمه اي واحد هسه بالشارع هنا يحاسب بالقوه الامنيه. لان شنو باجي؟ باجي اقرا ابي اس غير نريد نعرف شنو احنا مصيرنا شنو؟ لا ينزل لنا واحد، لا ينزل الامين، لا ينزل الوكيل، احنا نطالب رئيس الوزراء شخصيا رئيس الوزراء يتدخل بهذا الموقف، يجي يقول عندنا مظلوميه يساعدنا، ما عندنا مظلوميه الله ومحمد ما نطلب اي شيء بس خليه يقابلنا، بس يقابلنا اذا هو عنده غيره وشريف ها بس يقابلنا، بس يقابلنا نريد يقابلنا، كل شيء ما نريد منه. ايوه ما اسعالكم بها، بس باختصار لان الوقت داهمنا وراح نختم. حاجة قضيتنا يم مدير عام باسم شلش هو تشاط الكتب. هو بس؟ ايه باسم شلش وال المالي والله. باسم شلش الفلوس فلوس 5 مليارات مسنودة لنا، 5 مليارات ضامها لنا. باسم شلش قاعد يشط فيها، يطالب المالية ب 25,000 عنصر، زين احنا ما عندنا 25,000. وين باقي الاسماء؟ باسم شلش مدير عام هو اللي كان شغلتنا. تحياتي وسلام. تحياتي يا حبيبي. نعم مشاهدينا الاحبه، طبعا الحلقه اليوم صار بها جزئين، لجزء للاخوه بسوق الاولى والاخوه ايضا حراس امانه العاصمه امانه بغداد. يعني كل الرسائل اللي شفتوها بصراحه حق الرد مكفول للجميع، الاسماء اللي ذكرت هسه ايضا ناكد على انه حق الرد مكفول للجميع، ونتمنى تنحل القضايا بالشكل السليم مو بتدخل القوه وغيرها. هذول هم حراس وهم لهم حقوق، واللي صار له 10 سنوات 12 سنه ولا 14 سنه
وصار له 15 سنه، هذه ترى ما جت بسهوله، بيها تعب وبيها اجراء وبيها ضيم، يلا وصل ومتامل بركه الله يثبت، تاليها ماكو. عموما تحياتي وسلامي لكم جميعا اينما كنتم، مره ثانيه ارحب بكم واتمنى الصحه والعافيه للجميع، تقبلوا تحياتي، انا احمد ركابي وزملاء اللي رافقون اليوم المصور علي فلاح ومساعد المصور مصطفى حسن، اشوفكم باكر بخير وسلامه، الى اللقاء.